الملايين يركبون القضارب للاستمتاع، لكن إذا تغير الطقس فجأة فإن تطواف ما بعد الظهيرة قد يكون قاتلاً. هذا ما اكتشفته ديبرا لوفن عندما تحولت جولة لركوب القارب إلى معركة فظيعة. أحد الأشخاص من قاربنا حاول الحصول على نجدة، وأحد الأشخاص كان على وشك أن يموت. 29 من مارس آذار عام 97، كان يوماً ربيعياً جميلاً. ديبرا وطفلها إلى جانب والديها وصديق من إسبانيا انطلقوا في رحلة استجمام على متن زورق. الطقس في ذلك اليوم كان دافئاً بشكل غير مألوف، كانت الحرارة 80 درجة، كان هناك نسيم عليل، كنا جميعنا نرتدي ملابس صيفية. استمتعت المجموعة بركوب مريح 20 دقيقة عبر المحيط إلى جزيرة على الحدود. إلى ماذا تنظرون؟ أيل. أيل، هيا بنا لنعد إلى القارب. كم كان حجمه؟ كبيراً. إنه كبير. في منتصف طريق العودة إلى المنزل، فجأة من اللامكان عاصفة هوجاء قامت باجتياحهم. وجدنا أنفسنا داخل رياح تبلغ سرعتها 40 ميلاً في الساعة. كان الجو بارداً، وكان ارتفاع الموجات قد بلغ 3 أو 4 أقدام. الأمواج تأتي نحو القارب. أبي كان راكباً زورقاً موسمياً، وأنا كنت مطمئنة ولا أشعر بالخوف، بل شعرت كأننا سنعود إلى المنزل. العاصفة اشتدت. بعد دقائق بدأ الزورق يمتلئ بالماء. ديبرا والآخرون حاولوا إخراج المياه من القارب، لكن الأوان فات. الواجهة الأمامية غمرت بالماء، وبدأ الزورق بالميلان. قام أبي بكل هدوء بتخفيض الواجهة، ثم ذهب إلى القسم الآخر وقام بإعطائنا سترات النجاة. طلب من كل واحد منا أن يقوم بارتدائها، وقال لقد انتهى الأمر، سننزل إلى الماء. انقلب الزورق داخل مياه برودتها تبلغ 50 درجة. عندما ارتطمت بالمياه انقطعت أنفاسي، كان وكأن الجسم بأكمله في صدمة، وكانت المياه باردة جداً وقوية، لا أستطيع أن أصف مقدار برودتها، كنت أشعر بأنني طعنت. ابنة ديبرا الصغيرة إيميلي رميت داخل الماء وعلقت تحت الزورق. كنت أمسك بيد إيميلي، ولو أنني لم أكن أمسك بيدها بينما كنت أتجه نحو السطح لما كنت لأعثر عليها. غاصت ديبرا تحت الزورق لإنقاذ إيميلي، لتجد نفسها عالقة تحت الماء. علق رباط سترة النجاة في شيء أسفل القارب. قمت بسحب إيميلي للخارج، وكنت قادرة على إيصالها إلى السطح عند قمة القارب. على كل حال، لم أتمكن من الوصول إلى السطح، كنت أميل إلى الذعر. لم أستطع التوقف عن التفكير. حسناً، قومي بحلها، فكي البزيمة وتخلصي من سترة النجاة. قمت بخلع سترة النجاة فقط، وكنت على وشك الغرق. ديبرا عزمت على التحرر من سترة النجاة وتوجهت نحو الهواء. العاصفة بدأت بالسكون، لكنهم ما زالوا عالقين داخل الماء دون أمل بالإنقاذ. تماماً في منتصف المضيق حيث لا يمكن رؤيتك. لم يكن لدينا هاتف خلوي، ولم يكن لدينا وقت لإطلاق نور ساطع. لم نخبر أي شخص أننا كنا سنركب الزورق، ولم يكن أحد يركب الزورق ذلك اليوم. لهذا السبب لم يكن أحد سيأتي لإنقاذنا. كل
شخص يمكن أن يصل إلى القارب كان على القارب. ديبرا عرفت أنها ووالدها وصديقهم لن يستطيعوا البقاء في الماء لمدة أطول. سألت والدتي إن كان يتوجب علي محاولة الحصول على مساعدة. نصحتها بعدم المغادرة. زوجي كان راكب زوارق طوال حياته، وكانت هذه قاعدة أصيلة، لكن عندما ارتبطت بتلك الدقائق لا أحد يعرف أننا هنا. كنا قادرين على رؤية اليابسة، وعرفت أنها ستتمكن من النجاح. ديبرا انطلقت تسبح بكل طاقتها، تبعها هيرمان. وجود هيرمان يسبح معي كان مريحاً جداً. كنت دائماً ألقي نظرة وأراه بالجوار، كان يزودني بالكثير من القوة. لاحقاً أدرك أن الشاطئ لم يكن قريباً كما اعتقدا. مضت ساعة من السباحة تقريباً، أعتقد أنني ارتكبت خطأً فظيعاً. أنا لست قريبة من الشاطئ، لقد فقدت القدرة على رؤية القارب، حتى إنني لا أعرف فيما إذا كان الزورق يعوم حتى الآن. أشعر بشعور رهيب لأنني لم أقل وداعاً لأبنائي ولم أخبرهم أنني أحبهم، قمت بالمغادرة فقط. زوجي الذي كان مسافراً ولم يكن معنا في تلك الرحلة، كم سيكون شعوره فظيعاً عندما يعود إلى المنزل ويدفن عائلته؟ كنت متأكدة من أننا لن ننجو من ذلك. عند نقطة معينة كنت أبكي، وهيرمان كان بإمكانه رؤية ذلك. كان الرعب يستهلكني، شد سترتي وقام بهزها وقال: ديبرا هدئي من روعك، هدئي من روعك. وهذا ما أعطاني بعض القوة للهدوء واستجماع نفسي ومتابعة السباحة. كنت سأستمر بالمضي حتى لا يعود بإمكاني المتابعة جسدياً. أنت تسبح فقط حتى لا تستطيع السباحة أكثر، أنت تدفع فقط حتى لا تستطيع الدفع أكثر. ساعتان ونصف منذ أن بدأت ديبرا وهيرمان السباحة الشاقة، أخيراً لمست قدماهما القاع. كنا تقريباً على بعد 50 ياردة من الشاطئ، وكنت قادرة على رؤية شخص يقود دراجة على طول الطريق. أنا وهيرمان بدأنا بالصراخ: النجدة! 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 عائلتي هناك! الزورق انقلب! يجب أن تأتينا! اتصل بالنجدة! عائلتي هناك! عائلتي في الزورق! هل أنت بخير؟ أجل! عائلتي! عائلة ديبرا كانت ما تزال على قيد الحياة، لكن جون راقبت أن الحياة ترشح من وجه زوجها العائم في المياه المتجمدة. تساءل الاثنان إن كانت ابنتهما غرقت أثناء محاولتها إنقاذهما. بعد 3 ساعات تم نقل العائلة جواً إلى بر الأمان. تم إنقاذهم قبل أن يعانوا من إصابات خطيرة بسبب البرد. السباحة من أجل النجدة كانت أصعب مما تخيلت ديبرا. كانت أكبر مجازفة في حياتها، لكن المجازفة نجحت في الوقت المناسب. لا أعرف أن أي شخص سيكون مهيئاً لتلك المحنة. أحسست أن هذا كان الخيار الوحيد في ذلك الوقت بالذات. ساعة
سنوياً في هذا البلد 700 شخص يفقدون حياتهم في حوادث ركوب الزوارق. هناك العديد من الأشياء لتذكرها. عند الإبحار بالقارب لا تبحري أبداً دون سترة نجاة. 8 من بين كل 10 يموتون لأنهم لا يرتدونها. لإرسال إشارة إغاثة الراديو هو الأفضل. المسدسات المضيئة جيدة. مرآة الجيب قد تستخدم لعكس الضوء تجاه المنقذين. إذا انقلب زورقك تسلقي عليه وانتظري المنقذين. الهيكل سيحبس الهواء كفاية ليبقي الزورق عائما. إذا كنت تسبحين تجاه اليابسة كوني حذرة عندما تصلين إلى الشاطئ. التيارات العاتية قد تعيدك إلى البحر. تذكري هذه الإرشادات ولن تكوني في معزل عن الحماية.